جاله 50 دونم حنطه سقي بس تعتبر اذي. لسه لحد الان ما انطونا نجمه مازوت، ما في لا مازوت ولا ادويه ولا كيماوي. من كم يوم انا اخذ الكيس الكيماوي من السوق السوداء ب 40 دولار. كيماوي روسي ماشي ب 40 دولار جاد اخذ الكيماوي السوداء، وحتى التاجر يبيعنيها بالسير يقول لا تقول كذا ما شاء الله. ادويه ما في. هسه عندنا الشوفان، الشوفان هسه غازيها. العريضه الشغله لا ادويه ولا كيماوي ولا 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 شيء بنوبه. يعني معدومه الزراعه بنوبه. ولو انهم يصرحوننا يقول خيو لا زرعون، ترى احنا ما لنا شغل بكم هالشغله هذه، نرخص ونتعب ونجيب وكذا وشي وياخذون منا على المازوت وما ينطونا. لو من البدايه يقولنا خيو لا زرعون، ترى انتم المسؤولين، احنا ممكن ما نزرع، نروح نشتغل ندبر حالنا ندبر شغله شيء، واحنا ما نعرف نشتغل غير الزراعه، والزراعه معدومه جدا جدا. خسارة خسارة. إذا بده يشتري حر أول شيء النوع، جودة المازوت ما في، كله عم يجي شحم يجي وحل، ما يشتغل عليه، المحركات ما تشتغل عليه. إذا بحطه بالمحرك بده يحط أضعاف وإصلاح محركات. عادة عن ذلك ما يعني ما في حر غير متوفر، قليل المادة، سعر عالي وشحب المادة ما في، حتى بالسوق السوداء مادة قليلة. يعني تحكم التجار فينا. السنة طبعا بسبب الهجمات التركية كان موضوع المازوت شوي صعب، واجهنا صعوبات. كل سنة نحن كنا نقدم أكثر من دفعة مازوت، أحيانا توصل للرابعة. كان اكتفاء المزارعين كتير كويس، كانت المحاصيل كويسة، بس السنة بسبب هالهجمات هاي كان وارد المازوت الزراعي أقل.